اليوم نظرا لواحد الاجتماع سابق اللي دار عند السيده الرئيسه ديال المقاطعه سيدي بليوت، دار واحد الاجتماع الاسبوع الماضي اللي كان في جدول الاعمال ديالو باش تجي دير عندنا واحد الزياره في عين المكان اللي نشوفوا سيغ بلاس شنو هما المشاكل اللي كتعيشها التجار والساكنه في هذه المنطقه. ودايوغ لهذه المناسبه انا كنشكرها في الحضور ديالها، وجات هذا الصباح جات درنا معها واحد الدوره اللي تكلمنا على هذه النقاط اللي هما النقاط السوداء اللي كنعيشوها حاليا في شارع امير المؤمنين عبد الله والازقه المجاوره لها. هاد النقاط اللي هما اولا الكغلاج اللي ما دارش، اللي باقي فيه كلكو طرافو اللي ما كملش، راه شفتوا الصور اللي وريناكم قبيله. وكاين هاد الدوارات اللي كنا حنا ماشي هادشي اللي كنا شفنا في الماكيت السابقه قبل يكون هذا المشروع. هاد الدوار ما عندها علاقه بداكشي اللي كنا شفنا، اللي كانوا شي دوار اللي فيهم شي صباغه اللي كتعطي واحد الجماليه. هادو دابا ولاو بما ماشي، انا كنقول كاع الناس بان ما عندهم علاقه بالجماليه. كاين المشكل ديال الاشجار اللي افون باش نحيدوا دوك لي بالمي اللي كانوا كيعطيو واحد المنظر، دوك لي بالمي وكيعطيو واحد شويه ديال لا فيغتور ديال سميتو، يكون شويه ديال البعشره وشويه ديال الطبيعه. للاسف ولينا بعاد من هذا الكونسيبت. وكاين كذلك المشكل ديال لا فونتين اللي هي كاينه في 16 نوفمبر، اللي هي عندها سميت لا فونتين، ولكن اون فونتين كي اللي هي ما عندهاش شيء مورت. علاش؟ الوغ كو شفنا مؤخرا دوطخ فونتين اللي داروا بعض الاحياء مؤخرا، وكنهنيهم على هذه المبادره، لان هذيك لا فونتين اللي دارت في بلايص اخرين عطات واحد المنظر واحد الجماليه. الوغ كو حنايا اللي كنا كنتظروا هذه بواحد فارغ الصبر مع هذه الهيكله ما دارتش للاسف، ما عطاتش داك الشيء اللي كنا كنتمناو. وكذلك دونك نظرا لهذه الدوره نتمناو ان شاء الله باش يكون واحد الاجتماع ان شاء الله في الاسبوع المقبل. وكنتمناو كذلك باش السيده العمده حتى هي تجاوب الطلب ديالنا باش نديروا مع الاجتماع، لان العمده هي اللي عندها الميزانيه بوغ كاع الطلبات ديالنا، اللي باش نقدروا نعاود نشوفوا معها حتى واحد الدوره حتى هي، ونشوفوا بعض المسائل بما فيهم الغفرمون دي فاساد، بما فيهم بزاف ديال المشاكل اللي غادي ان شاء الله نعالجوها.